اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نسعد انه من خلال ملف الرياضه نرحب بزميل الاعلامي محمد عوض. اهلا بك. حبيك حسام ومرحب بمشاهدي الشروق. الليله زميل دي شويه مريحه مش؟ خالص. حبايبي عشان نبدا مباشره لنتدارك الوقت، المريخ يواجه الشوط الجدارك في الممتاز ومحمد عبد الرحمن يوافق على اعاده غيده. نعم صراحة المريخ اليوم يواجه الشرطة القذارف في بطولة الدوري الممتاز، خاصة انه الفريق يعني تقلب على اهلي شندي في المباراة السابقة بهدف دون مقابل، واعتقد بانه يعني هذه المباراة من المباريات المهمة للمريخ. والمريخ في المباراة الماضية وقبل الماضية لم يقدم الأداء الجيد التكتيكي من قبل اللاعبين، لكن انتصر في آخر مباراة. حقق المهم. نعم حقق الأهم. الشرطة القذارف عنده مشاكل كثيرة جدا، فريق تعثر في عدد من المباريات، آخر أمام هلال الأبيض بالأبيض، الفريق يعني يعاني من النواحي التدريبية، من النواحي الإدارية، في مشاكل مالية. الشرطة هذا الموسم ليس هو الشرطة. نعم ليس الشرطة القذارف الذي كان في الموسم السابق والذي كان بعبع كبير جدا، لم يخسر على ملعبه بسهولة، أشياء كثيرة كانت تميزة. بشكل كبير، فاعتقد بانه يعني المباراه يعني بالنسبه له صعبه جدا مع المريخ، خاصه المريخ بيطلع لانه يعني يستعيد الصداره بعد تقدم الهلال عليه في الترتيب. المريخ بعد يلعب مباراه اليوم حيساوي مع الهلال 14 مباراة لكل، وإذا فاز سيتفوق عليه بفارق النقاط. حظوظ الأمل في الصدارة ما عند الامل، ما عنده اي حظوظ، خاصة انه خسر في الجولة الماضية امام حي الوادي نيالا بثلاثة اهداف، وهزيمة قاسية جدا للامل من فريق حي الوادي. صراحة الامل يعني فتبقت له مباراة واحدة او انتهت مبارياته، نعم انتهت مباريات الامل. المريخ فقط تبقت له مباراة اليوم ومباراة في الأبيض أمام هلال الأبيض، إذا انتصر اليوم سيكون الفارق بنقطة، إذا انتصر في المباراة القادمة سيكون بثلاث نقاط على الأمل العطر. هلال الفاشر تغلب على أهل شندي، أهل شندي بهدف، أهل شندي هذا الموسم أيضا يعني يقدم مستويات غريبة نوعا ما، ليس هو أهل شندي المعروف. والله أهل شندي يعني بمر بمشاكل، أعتبر منذ أن استقال القلب النابض في الأهل شندي الأستاذ عبد المهيمن الأمين رئيس القطاع الرياضي من إدارة هذا الفريق، فالفريق ترنح كثيرا خاصة في المباريات الأخيرة، يعني خسر عدد من المباريات، خسر بالأمس أمام هلال الفاشر. هي فاشر صراحة اللي هو التحية، الفريق كان في 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 منطقة القاع، انتفض بشكل كويس في المباريات الماضية وحقق انتصارات عالية جدا في جولات الماضية، أخيرة بالأمس أمام أهل شندي بهدف، افتكر يعني انه دي دفعة معنوية كبيرة جدا لفرقة هلال الفاشر اللي بتقدم مستويات جيدة، خاصة انه الفريق يعني بضم عدد من اللاعبين الشباب المتميزين. جميل، نعود إلى موضوع الغربال وإعادة غيده في المريخ مرة أخرى. الغربال يعني تقريبا قبل حلقتين أو ثلاثة قلنا انه ما حيحترف. والغربال مجلس الإدارة بالأمس يعني جلس معه، واللاعب يعني أكد خلاص يعني إنه حيوافق، يعني ما عنده مفر غير المريخ، لأنه لو قلنا يعني حقيقة إنه الهلال ما دايره، دي حاجة مسلم بها. نعم. يعني غير المريخ حيمشي وين يعني؟ مشي أهلي شندي ولا خرطوم الوطني ولا الهلال الأبيض، فأفضل له المريخ. واساسا انت لاعب جاي من اصابه يعني صراحه يعني انا بعتبرها اصابه كبيره جدا يعني في الرباط الصليبي، الرباط الصليبي تنهي مشاوير يعني. تنهي مشاويرك وجاي قرابه الثمانيه شهور، فهل في نادي يعني في العالم يعني بيستجلب له لاعب مصاب؟
الناس ما تكون واقعية يعني وتتحدث بواقعية، وحتى اللاعب ذاته يقعد مع نفسه يعني، وانت مالك يعني عيد تسجيلك للمريخ، ما تزايد، ما تقول انا عندي اتحاد كلب نفى في بيان رسمي انه ما اللاعب ده ما فاوضناه يعني، يعني طلعت نفسك يعني انت زور كذاب. فمشكلة لاعبين يعني للأسف يعني ما يعني ما عندهم الحس الاحترافي الاحتراف نعم المتميز الممكن يعني يعني يسوقوا بنفسهم. انت كلاعب مستواك متميز، تحرز أهداف كثيرة في الدوري، تتألق، ممكن تسوق نفسك بشكل كويس عبر وكيل أعمالك وتتعامل نعم باحترافية. ملف الهلال يذهب إلى تونس ليواجه النجم في مجموعات الأبطال، وهناك حديث عن صفقة انتقال المهاجم غاني سامويل إيشو. أنا أضع علامة استفهام هنا على ملف المحترفين وإدارته في الهلال، وأنت تجيب على هذا الاستفهام. والله صراحة لو بدينا بالمحترف الغاني، الهلال ما محتاج مهاجم، الهلال محتاج لمدافعين حاليا في الوقت الحالي. نعم في فترة التنقلات الشتوية عندك الآن الدفاع اللي بيلعب في الهلال كله مولف، عبد اللطيف بوي طرف شمال، سمو الطرف يمين، عدد دمازين العايد من الإصابة، دمازين عايد من الإصابة يعني، شطبت حسين الجريف، عندك فراغ كبير جدا في الدفاع. حتى في مباراه الهلال الاخيره يعني، يعني في مباراه مريخ الفاشر يعني في فراغات كبيره جدا في الهلال يعني، الهلال عباره عن شوارع يعني دفاعه صراحه، دي خطوره جدا يعني في المباراه الافريقيه. ما عارف الصفقه دي يعني يقال انها القيمه الماليه 100,000 دولار، ونحن يعني معروف انه اي لاعب رخيص يعني ما حيقدم لك اي حاجه. يعني اللاعب صامويل إيشو هو صار لعب في نادي قلوب الصنوبر الغاني، وعلى حسب المحللين يعني والصحافه الغانيه بتاكد بانه يعني مجرد مهاجم عادي، ما مهاجم سوبر ستار ممكن يضيف للفريق. الهلال عنده في المقدمه الهجوميه وليد الشعلة، محمد موسى الضي، عنده لاعبين متميزين جدا يعني يحرزوا في الاهداف يعني، ولاعبين مهاجمين على مستوى اتخيل لي افضل من صامويل إيشو يعني حينتدب الهلال البصل يعني في الايام القليله الماضيه. فصراحة ما أعرف الملف بتاع الاحتراف في الهلال فيه غموض كبير جدا، وما عارف هل اللجنة الفنية رشحته، هل إدارة الفريق الكاردينال قام باستجلاب أم المدرب الجديد، أم المدرب الجديد قال هو مسؤول من الانتقالات، مع انه اللاعب يعني تخيلي المدرب المصري ما عارف هذا اللاعب الغاني. فدي كلها يعني علامات استفهام كبيرة جدا. الهلال يعني طبعا يعني حيغادر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي، وهي طبعا مباراة يعني تنتظر مباراة صعبة جدا أمام الإيتوال، على الرغم من أنه النجم يفقد عدد من العناصر، لكن برضو مباراة صعبة للهلال. نتمنى من أنه الجهاز الفني يعني أن يقرأ النجم الساحلي جيدا، وأن يعود بنتيجة إيجابية حتى يكون عنده بصيص أمل كبير في التأهل للدورة القادمة. قمة السودانية مرتقبة في الدوحة. والله طبعا دي من الاخبار الجميله جدا نزلت يعني فجر اليوم، بانه يعني حتكون في قمه سودانيه بين المريخ والهلال في العاصمه القطريه الدوحه خلال منتصف فبراير القادم 2020. صراحه رابطه الهلال والمريخ بالاتفاق مع ناديي القمه والاتحاد القطري والاتحاد السوداني ستقام هذه المباراه خلال الفتره القادمه، خاصه انه قطر يعني قامت بتنظيم نهائيات كاس العالم للانديه، تنظيم يعني جيد جدا نال اعجاب كل العالم، وتستعد لاستضافه نهائيات كاس العالم للمنتخبات في 2022. نعم، نختتم الجوله بقفاز الحضري الذي حرس عرين الأحمر سابقا وفي فترات سابقة. الفيفا يعرض قفازاته في متحفه بسويسرا، في متحف الفيفا هناك. والله صراحة يعني الحضر هو من اللاعبين العمالقة في حراسة المرمى في العالم، ويعني شرف كبير جدا لعب لنادي زي المريخ في السودان، وتم عرض قفازه كأكبر لاعب يلعب في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت
بروسيا صراحة. يعني ده فخر كبير جدا للاعب كبير، وفخر يعني لنادي المريخ، يعني لأنه الحضر يعني لعب له في عدد من المواسم، وشارك معه في عدد من المباريات، فاز معه ببطولة الدوري الممتاز. فصراحة يعني نحن نتمنى من اللاعبين أن يقدموا مستويات هائلة، وأن يعني يستمروا مع المنتخبات بشكل جيد في السنوات المقبلة. ونتمنى يعني يكون الحضر هو يعني اللاعب الأيقونة اللي بيقدم لهم يعني مستويات جيدة. شكرا جزيلا محمد عوض، سعيد بك جدا. شكرا جزيلا.